معكم الآن هذه هي صور الحصرية للتلفزيون الجزائري لانتخاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. نعم سعيد، إذن أولى الصور تصلنا عن تصويت السيد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الذي يؤدي واجبه الانتخابي من الجزائر العاصمة مباشرة. نعم كما توضحه هذه الصور الحصرية للتلفزيون الجزائري نقل مباشر وحصري لانتخاب رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح كأداء واجبه الانتخابي كما تتابعون الآن مباشرة على قنواتنا التلفزيونية في هذا النقل المباشر والحصري. نعم سعيد، إذن وصول السيد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح للإدلاء بصوته كما وأداء توضحه واجبه الانتخابي. وكما توضحه هذه الصور تحت أعين الإعلام المحلي والأجنبي ونقل بث مباشر وحصري للتلفزيون الجزائري لعملية انتخاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الآن مباشرة وحصريا على التلفزيون الجزائري ومن العاصمة الجزائر دائما مباشرة. ننقل لكم إذن هذه هي الصور التي تأتينا أو تصلنا للتو وصول رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح لأداء واجبه الانتخابي. نعم كما توضحه هذه الصور السيد رئيس الدولة الذي ينتخب في هذه الأثناء صور ننقلها لكم حصريا عبر قنواتنا التلفزيونية في هذا البث المباشر والحصري. السيد رئيس الدولة المتواجد بالعاصمة الذي يؤدي الآن واجبه الانتخابي وحقه الدستوري. نعم الذي دخل إلى الغرفة المعزولة لاختيار من يراه مناسبا. نعم الآن نشاهد تولي رئاسة الجمهورية. نشاهد الآن السيد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الذي يؤدي واجبه الانتخابي تحت أعين الصحافة الدولية والأجنبية والوطنية كذلك سعيد. نعم كما توضحه هذه الصور الحصرية للتلفزيون الجزائري رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ينتخب رئيس الدولة. نعم الآن كما توضحه هذه الصور. نعم إذن نذكر أنها صور حصرية للتلفزيون الجزائري لتصويت رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. نعم سيد رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح أدى واجبه الانتخابي العلجة. نعم. والآن كما توضحه هذه الصور. صور نعم. نعم ما هو يهم الآن الخروج. كما نشاهد حضور إعلامي. إذن حضور إعلامي مكثف سعيد. نعم. حضور إعلامي مكثف للصحافة الوطنية وحتى الأجنبية. نعم وفرقنا التي تتابع لنقل مجريات العملية الانتخابية وتصويت رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الذي أدى واجبه الانتخابي بالجزائر العاصمة. وترافقه الزميلة اسمهان مومني التي سنلتحق بها لاحقا. نعم اسمهان مومني عن التلفزيون الجزائرية. نعم وكما شاهدتم مشاهدين في هذا النقل المباشر والحصري لانتخاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الذي أدى واجبه وحقه الانتخابي العلج. نعم حقه الدستوري الذي يكفله له الدستور. نعم إذن كانت هذه الصور لانتخاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أدى واجبه الانتخابي.